وصل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 التي يشارك فيها العديد من قادة الدول والرؤساء، وتعنى بتعزيز التعاون ومواجهة التحديات وتأكيد الالتزامات. العالم ربما لا يعرف الكثير عن العراق من تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية. رئيس الوزراء لديه طموحات في مواضيع عدة تتعلق في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، ربما الكثير من يعني قادة ومسؤولية الدول لا يعلمون تطورات هذه الأوضاع، إضافة إلى أنه رئيس الوزراء سيقوم بشرح هذه التطورات التي تحصل في العراق وخصوصا في موضوع الاستقرار السياسي والأمني. السوداني سيلقي كلمته أمام الجمعية العامة موضحا دور العراق في القضايا الإقليمية مع التركيز على غزة التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة. سيدعو المجتمع الدولي إلى تبني حلول سلمية وعملية لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدا دعم العراق الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في حياة كريمة بعيدا عن الصراعات والحصار. العراق تبنى موقفا واضحا وهو المؤيد للقضية الفلسطينية بالدرجة الأساس، وموقف الجميع الذي يذهب باتجاه أنه وقف التصعيد من خلال وقف الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. على هامش الاجتماعات سيعقد السوداني سلسلة لقاءات مع قادة الدول المشاركة لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات المختلفة لا سيما الأمن والاقتصاد. هذه اللقاءات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول التحديات المشتركة، كما سيبحث السوداني مع نظرائه سبل دعم جهود العراق في الإصلاح الداخلي والتعامل مع التحديات الإقليمية. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.